بارك للجميع، مرحبا بكم في هذا الجزء من تغطيتنا المفتوحة والمباشرة على ما يجري في فلسطين قطاع غزة تحديدا. وفيها مشاهدينا سنتساءل من جديد مع ضيوفنا عما يجري خلال اليوم السابع من هذه الحرب، في الوقت الذي يؤكد فيه مراسلنا من غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض فيما يعرف بالأرض المحروقة، أي مزيد من التدمير والتقتيل عبر الطيران الحربي. ويكفي أن نسجل بأن أحياء عدة قد سويت أرضا نتيجة أطنان من القذائف والمتفجرات التي طالتها. ثم نقف مشاهدينا عند محطة يراها كثيرون مفصلية في تحولات هذه الحرب، وهي خرجة قادة إسرائيليين بدعوتهم سكان غزة إلى مغادرتها فورا، وهذا ما يراه قانونيون انتهاكا فظيعا للقانون الدولي، وهو ما يذكر الكثير من الجزائريين والمشارق العرب ب 48 النكبة الفلسطينية، ناهيك عن الوضع الإنساني المتدهور جدا وعلى رأسه إيقاف الماء الشروب والغذاء والدواء والوقود وخصوصا الكهرباء. ورغم هذه القساوة مشاهدينا، الاحتلال الإسرائيلي يقر بأن ما قام به لحد الساعة من تدمير وتقتيل ما هو إلا بداية فقط، وهنا يحتار المرء فيما هو مقبل من الساعات المقبلة. بداية مشاهدينا، ليس معنا بعد المراسل، ونبدأ مع ضيفنا من اسطنبول الأستاذ أحمد حمادة. أرحب بك أستاذ أحمد، الخبير الشؤون العسكرية باسطنبول، لأسأل عما يجري خاصة اليوم السابع. كيف نقيم هذا اليوم؟ مزيد من التقتيل والتدمير، وإسرائيل أستاذ أحمد تقول أنه هذه بداية، وعلى سكان غزة أن يغادرها فورا، إلى أين لا ندري. نعم، هذه هي سياسة القهر، هي سياسة الاحتلال. الأرض المحروقة التي يستخدمها العدو الصهيوني 4000 حتى اليوم 4000 طن من المتفجرات ألقيت على منطقة ضيقة جدا، وهي مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر، وهي يعني ما يعادل ما ألقى الأمريكان على أفغانستان في عام واحد، ألقيت في 5 أيام. إذن هي عملية إسرائيلية لمحو غزة من على الوجود. بالإضافة اليوم بعض القادة الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع الذي وصف الفلسطينيون بأنهم حيوانات يجب قتلهم، كذلك قطعوا الماء والكهرباء والدواء وكل شيء، وقالوا بأنهم سيوقفون قوانين الحرب، وهذا يعني بأن كل من يسكن هذه المنطقة فهو يعني سيتم قتله وإبادته. وعلى مرأى للأسف الشديد، على مرأى من الدول الإقليمية، من الدول الجوار للفلسطيني، من العرب والمسلمين، وكذلك على مرأى من الأمم المتحدة والدول التي هي ضامنة لحقوق الإنسان وضامنة للسلم والأهل في العالم. أما الولايات المتحدة التي أرسلت الأسلحة الحديثة وأرسلت طائرات حاملة الطائرات جيلارد فورد وغيرها من الأسلحة لدعم هذا التوجه الصهيوني في محو غزة، وبذريعة بأن أهالي غزة وهذه الأفلام التي تم بثها أو هذه. على ذكر الأسئلة أستاذ أحمد، على ذكر الأسئلة، هناك من تسأل هل تنقص إسرائيل في الأسلحة حتى تستنجد بها، وما نوع هذه الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل؟ يعني إسرائيل هي من تصدر الأسلحة وهي تمتلك الأسلحة، وغزة لا تحتاج إلى كل هذه المعاونة العسكرية من قبل الولايات المتحدة، ولكن كجزء من الدعم المعنوي والدعم السياسي وكذلك رسائل للأطراف الإقليمية بأن الولايات المتحدة متواجدة بكل أسلحتها بكل قوتها، وهي تؤيد هذه العملية الإسرائيلية، عملية الإبادة وعملية حرق غزة. يعني مئات البنايات والأبراج تم تسويتها، حي الرمال، حي الشيخ رضوان، عدة أحياء من قلب مدينة غزة تم محوها عن الوجود. لذلك هذا هو الوضع. إسرائيل تستمر في غيها، والمقاومة الفلسطينية كذلك تقوم بواجبها في الدفاع عن هذه المنطقة. هل هذا أستاذ أحمد خط أخضر
ورقة تستعملها الآن إسرائيل في هذه العملية القائمة على التقتيل والتدمير كما ترى. الحرب دخلت اليوم السابع، ولكن المجتمع الغربي بأكمله يبارك هذه الحرب ويقول للجميع بأن إسرائيل هي الضحية والذي قام بالهجوم والذي يتحمل مسؤولية. للأسف الشديد هناك دول عربية من تبنت هذا الطرح أيضا. يعني هؤلاء الصهاينة هم صهاينة أكثر من الصهيونية بذاتها، يعني عندما يكون هناك قطاع غزة محاصر منذ 16 عام ويمنع كل شيء عنه، هناك 6,000 أسير فلسطيني محكومون في مدد طويلة جدا، هناك اعتداءات دائمة على قطاع غزة، انسداد الحل السياسي والأفق حل سياسي للقضية الفلسطينية، تدنيس المسجد الأقصى يوميا، تدنيس المسجد الإبراهيمي، كل هذه التصرفات التي تقوم فيها إسرائيل ألا تستحق من أهالي غزة الذين طال انتظار حل قضيتهم منذ 75 عام أن يتحركوا وأن يقوموا بعمل يحرك ضمائر العالم أو يحرك السكون؟ يعني لقد ألقوا حجرا في الماء الراكد الفلسطينيين. طيب، وماذا عن ما قاله وزير الدفاع واللي شغل مواقع التواصل الاجتماعي؟ هناك حتى من ناطقي وزارة الخارجية لكثير من الدول بخصوص تهجير سكان غزة. لا حل لكم إلا الخروج أو إخلاء غزة، لأن المقبل من الأيام سيكون أخطر وأفظع مما شهدناه خلال هذه الأيام السبع. إذن إلى أين يذهب أهل غزة؟ يعني يذكرنا سياسة التهجير والترانسفير الإسرائيلي وهم برعوا فيها منذ 48 وحتى الآن، يذكرنا بما حدث للسوريين في سوريا الذين هجروا من درعا ومن دمشق ومن حمص ومن حلب ومن دير الزور ومن كل المناطق السورية. اليوم هذا يعني المنطقة الضيقة والتي تبلغ مساحتها 360 كيلومتر بطول بحدود 70 كيلومتر وعرض 7 إلى 8 كيلومتر، يريد الإسرائيليين تقسيم هذه المنطقة إلى قطاعات، يعني قطاعات مختلفة، يهجرون السكان إلى منطقة معينة بدعاوي الحالة الإنسانية ويدمرون باقي المنطقة، لأنهم متخوفون جدا من أي عمل عسكري أو بري أو اجتياح لهذه المنطقة، خوفا من الخسائر التي يعني ربما تبلغ حدا لا يطاق من قبل العدو الإسرائيلي. ولكن أفدح من هذا أستاذ أحمد، أفدح من هذا، كنت أستمع لأحد القادة الإسرائيليين المختصين في الشؤون العسكرية يقول ما العيب في ذلك؟ ألم تستقبل سوريا مزيدا من اللاجئين السوريين؟ ألم يستقبل الأردن مزيدا من اللاجئين السوريين؟ وكذلك لبنان فعلت، وكذلك دول عدة. إذن ما العيب إذا استقبلت مصر مزيدا من اللاجئين الفلسطينيين؟ هل يمكن للمرء أن يقبل هذه الرواية؟ يعني في المنطق الإسرائيلي ومنطق هذا العالم الذي يغيب عنه كل عدل وكل حق، كل شيء مسموع. يعني عندما رأينا بأن الآلاف والملايين من السوريين تم تهجيرهم بفعل القوة العسكرية الإيرانية والروسية والأسدية إلى المخيمات على مدى 12 عام، كذلك قبل العالم أن يبقى اللاجئون الفلسطينيون من زعامة 48 حتى الآن في مخيمات في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي مناطق أخرى. اليوم يريد الإسرائيليون وبظرف يعني استغلال ظرف التطبيع العربي مع الواقع الإسرائيلي وقبول العرب من محيطهم إلى خليجهم بأن هناك دولة تسمى إسرائيل، يقبلون بهذه الحالة. نعم. وقد عرض من قبل نتنياهو وقبله من الحكومات الإسرائيلية على مصر بأن تعطيهم جزء من سيناء وأن ينتقل الفلسطينيون في غزة إلى سيناء وبالتالي تنتهي القضية في هذه المنطقة. نعم. لذلك الرئيس المصري تحدث بأن هذا كان مطروح مقابل مسح ديون مصر على التي تبلغ كبيرة على من قبل دول العالم. لذلك أن هذا مخطط قديم سيد أحمد، هذا مخطط قديم، تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء ليس وليد اليوم. ابقى معنا لو تكرم سأعود إليك. فقط تذكر مشاهدينا بأن الحصيلة فعلا ارتفعت، حصيلة هذا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1799، منهم 583 طفلا و351 سيدة، وإصابة أكثر من 7,000 مواطن. وأؤكد أن هذه الحصيلة
تبقى مؤقتة وتتغير في كل حين جراء عملية القصف العنيف التي تطال المباني والمساكن الناهيكة عن من يتحرك في شوارع غزة إن بقيت هنالك شوارع. يتكلم كثير من الفلسطينيين ليس فقط غزة، خان يونس، دير البلح، جباليا، بيت حانون، وهناك من وصف هذه الحرب حرب إبادة أو الأرض المحروقة لتير بريلي باللغة الفرنسية، كما طبقت ذلك فرنسا على الجزائر. نتابع مشاهدينا جانبا من هذه المسيرات التي خرجت في عواصم عربية وغربية أيضا دعما للقضية الفلسطينية، دعما للصامدين في غزة. منطقة وكأن زلزال أصابها في هذه المنطقة وفي مناطق كثيرة من قطاع غزة فيها نفس المشاهد هذه. طبعا هذه منطقة سكنية محض، والله منطقة سكنية ليس لها أي علاقة بأي عمل عسكري. هذه المنطقة هي ليست مجرد أهزوجة نرددها على اللسان، فإسرائيل كيان محتل غاصب. Zurück in die Richtung. Ich darf das filmen, ja? Du kannst dich hier nicht da vorstellen. Guck doch mal, ich darf das filmen. Geh weiter zurück. Weiter zurück. نظمت بعد صلاة الجمعة، انطلقت عبر الساحات والشوارع والميادين في كثير من المدن كما كنتم تتابعون، بغداد العاصمة العراقية، كذلك وقفات في الدوحة، في عمان العاصمة الأردنية، صنعاء في اليمن، كذلك بالنسبة في ألمانيا الجالية العربية والإسلامية في برلين، باريس ساحة الجمهورية، ووقفات أخرى ولو أنها محتشمة في الجزائر بالإضافة إلى الخليل في الضفة الغربية. ومنها ما دام ذكرت الضفة الغربية تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد الباحثة في شؤون السياسية. مرحبا بك دكتورة تمارا. أريد أن أسأل عن هذا الخبر المتعلق برئيس الوزراء الفلسطيني الذي قال أن الاحتلال وزع أسلحة على المستوطنين لقتل فلسطينيين خصوصا من هم في أماكن معزولة. بالبداية أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي قدم اليوم 75 ألف سلاح، طبعا سلاح تقليدي، سلاح يدوي، لأيدي المستوطنين الإسرائيليين بالتحديد في المناطق الضفة الغربية. مناطق الضفة الغربية هي مليئة بالمستوطنات، طبعا هذه المستوطنات جميعها من المستوطنين الإسرائيليين، من المستوطنين المتطرفين ذو اليمين المتطرف ذات العلاقة بواقع التمييز
العنصري ضد الشعب الفلسطيني، كل ذلك إشارة أن واقع الضفة الغربية هي بالفعل كما يحدث في القطاع غزة، كما حدث في الضفة الغربية عملية اقتحامات والاغتيالات والاعتقالات. الآن توجه الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، قطاع غزة الآن هناك في كارثة إنسانية، كارثة إنسانية حقيقية، هناك جريمة حرب تحدث في قطاع غزة. الآن أصبح هناك انتقال ونزوح أكثر من ربع مليون فلسطيني من المحافظات الشمالية من قطاع غزة، الآن لجأوا إلى منتصف والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة. حتى المحافظات الجنوبية في قطاع غزة لا تسلم من الضربات الصاروخية والقصف الجوي على الفلسطينيون في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي الآن حسم موقفه كما حسم موقفه في الضفة الغربية، يريد أن حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم. الذي كان ينوي القضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية الآن اتجه أعينه، وهذا ليس غريبا. اليوم تم الحديث ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت وأيضا وزير الدفاع الأمريكي أوستن، وأشار الاثنين بأن هناك عدة أهداف بتحقيقها في قطاع غزة. الهدف الأول هو القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعملية التخفيض وتقليص وطبعا من جذورها القدرة العسكرية بالنسبة للمقاومة في قطاع غزة. ناهيك أن الهدف الآخر وهو الأهم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وهو تفريغ منطقة قطاع غزة من السكان، وبالتحديد الآن يلحق الضرر الحقيقي على المدنيين. وهذا ما عرف ووصف دكتورة تمارا بخطة للتطهير العرقي، هذا ما وصفه كثيرون تجاوزا للقانون الدولي هكذا قالوا فيما يخص التصريحات التي صدرت عن قادة إسرائيليين عسكريين أنه لا بديل عن أهل غزة إلى مغادرتها فورا. إلى أين؟ ربما إلى سيناء، ربما إلى حدود مصر عبر معبر رفح الذي ما زال مغلقا. إلى أين المفر إذن بالنسبة للفلسطينيين؟ اولا الفلسطيني يعني لا يهجر من ارضه، هذه اولا، يعني هو يعني يخير بين الاستشهاد والتهجير وسوف يختار الاستشهاد، لانه يعلم تماما اذا هجر سوف يهان. يعني الفلسطيني هناك اكثر من نكبه، فبالتالي ما يحدث في قطاع غزه هو البدء نحو نكبه ثالثه. ونحن نعلم ان حتى المواطن واللاجئ في العالم هو لا ياخذ حقوقه، صحيح هناك بعض المواطنين الفلسطينيين اخذوا الجنسيات الاخرى، ولكن المواطن الفلسطيني حتى هذه اللحظه يامل بالرجوع، وهناك حق في القانون الدولي والأمم المتحدة المادة 194 حق اللاجئ أن يرجع إلى أرضه. لكن الاحتلال الإسرائيلي هو يريد أن يحدث هذه النكبة الثالثة. الفلسطيني لا يشرد بالرغم أن هناك قصفا جويا مستمرا على الأرض. الاحتلال الإسرائيلي جعل قطاع غزة منطقة منكوبة بكل المعايير، يستخدم الأدوات القنابل العنقودية التي محرمة دوليا والقنابل الفسفورية. هذه القنبلة العنقودية إذا تم رميها على الأرض حرق الإنسان وحرق الأرض وحرق حتى على مستوى البناء والشقق والأبراج السكنية. يستخدم القنبلة العنقودية التي تحتوي 500,000 إلى 1,000 قنبلة صغيرة. نعم. وهي هذه تتشطر وتتكاثر وتخرج وتنتشر إلى الأرض في قطاع غزة. الآن يتم استخدام هذه القنابل. نعم. هو يريد تفريغ الأرض بدون الشعب حتى يتسنى أن يتحول أن تهجيرا طوعيا أو قصريا اللجوء إلى رفح. نعم. وهذا موجود على أرض، تم تهجيره من شمال قطاع غزة حتى مستوى جنوب قطاع غزة. الآن هم متواجدين في المنتصف وأيضا في جنوب قطاع غزة. الآن حتى على مستوى جنوب قطاع غزة لم يسلموا. هم يريدون الاحتلال الإسرائيلي يريدون في واقع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أن يهجر إلى منطقة رفح ثم منطقة العريش والحدود الفلسطينية المصرية. هذا ما يريده. نعم. نعم واضح. أستاذ حمادة أعود لك من جديد، كأن ما قاموا به ليس كافيا، هم الآن يهددون باجتياح قطاع غزة عبر هذه الدبابات، هناك تجهيزات للإسرائيليين عبر الحدود ما يسمى بغلاف غزة، كأنهم سيجتاحون قطاع غزة بالكامل. هل ترجح هذا السيناريو قريبا؟ نعم، الجيش الإسرائيلي يتحضر بشكل كبير، وقد أخذ الموافقات العالمية من بلينكن ومن أوستن ومن بايدن ومن الدعم البريطاني الذي للمرة الأولى ستأتي حاملات طائرات وغيرها، أخذ دعم عالمي بهذا الشأن. لذلك الاجتياح العسكري هو مرجح، ولكن هل يستطيع الإسرائيليون تحمل الخسائر الكبيرة التي قد تحدثها لهم أسلحة المقاومة في قطاع غزة ضد الدبابات وضد الآليات؟
الإسرائيلية إذا تم اجتياحا بريا، لأن الطيران مهما يعني استخدم هذا الطيران وبكل وحشية وبكل قسوة واستخدام كل أنواع الأسلحة والذخائر من العنقودية والفوسفوري والمتفجر والذكي والغبي وغير ذلك من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، لن يكفي بإنهاء المقاومة ولن يكفي بإخراج حماس أو الجهاد الإسلامي أو كل المقاومة الفلسطينية من هذه المكان من غزة. لذلك أرى بأن إذا كان هناك بالفعل خطة، يعني هناك اجتماع للكابينت وكذلك تشكيل حكومة طوارئ وإعلان الحرب واستدعاء بحدود 300 ألف جندي من الاحتياط وحشد 100 ألف جندي من العاملين في باتجاه قطاع غزة و200 ألف تساندهم من الاحتياط على غلاف غزة ومنطقة غزة، وتسيير عدد كبير من الآليات والدبابات الحديثة، وإذا كل هذا الحشد العسكري أتوقع بأن الإسرائيليين إذا لم يكن هناك مفاجأة أو حل أو ضغط دولي على إيجاد صيغة حل في هذه المنطقة سيكون لديهم خيارا، خاصة بأن صقور العدو الإسرائيلي من وزير الدفاع ورئيس الحكومة ورئيس المعارضة الجميع متفقون بأن غزة يجب أن تباد وبأن الشعب كما وصفهم وزير دفاع العدو الإسرائيلي الذي قال بأنهم أوقفوا قوانين الحرب وقوانين جنيف ويستخدمون ما يشاءون في هذه المنطقة وبأن هؤلاء عبارة عن حيوانات يجب القضاء عليهم. هذه هي سياسة العدو الإسرائيلي تجاه السكان في مدينة غزة وفي باقي المنطقة، يعني لا تختلف غزة عن الضفة أو عن لبنان أو عن سوريا، ولكن اليوم هم يتعاملون مع غزة. نعم دكتور تامر، أعود لك من جديد. الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكي يقول نعم نحن مع فتح ممرات إنسانية ولكن باتجاه واحد، وان واي، يعني كان الذي يذهب من غزة لا يمكن أن يعود. وهذا ما يذكر وذكره كذلك أستاذ أحمد أنه يذكرنا بالنكبة الفلسطينية عام 48. كيف يخرج هؤلاء أهل غزة بدون رجعة؟ هذا ما قاله الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البارحة. ثم هناك من يتساءل أي دور تقوم به أمريكا الآن كراع للسلام؟ أي سلام؟ هذا تساءل كثيرون. ووزير الخارجية بلينكن اليوم في الأردن بعد لقائه مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. علينا أن نتحدث بكل واقعية. من يدعم الكيان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والألمانيا، فبالتالي هم يريدون المحافظة على الدور الوظيفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وهذا إشارة إلى عملية التصفية القضية الفلسطينية، بمعنى وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر دولة التوراة، دولة الشريعة، دولة إسرائيل الكبرى، هذه لا تصلح بوجود أي كيان فلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو حتى مستوى قطاع غزة. هم يريدون تفريغ المنطقة، بمعنى حتى على مستوى الضفة الغربية إذا نجحوا في واقع قطاع غزة ونقلهم وتهجيرهم من هذا المعبر الذين يتحدثون إليه، هذا المعبر الذي سوف يتم فتحه لن يتم فتحه من أجل إدخال المعونات الإنسانية والإمدادات التموينية، وإنما فتح المعبر الآمن من أجل خروج الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني الغزي من قطاع غزة إلى سيناء، إلى معبر رفح، إلى معبر بين الحدود الفلسطينية أيضا المصرية. هذا ما يريده الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية لهذا المخطط. هناك مخطط إسرائيلي أمريكي ويسمى صفقة القرن. ما يحدث الآن هو المرحلة السادسة من صفقة القرن، هو المرحلة التي تشير إلى تهجير الشعب الفلسطيني والتي تبدأ بعملية اقتطاع من سيناء 7000 كيلومتر، وهذه 7000 كيلومتر يتم العيش 5 مليون فلسطيني في هذه المنطقة، ويتم طبعا أخذ الأموال من يابان وكوريا الجنوبية، 100 مليار من اليابان، 100 مليار دولار من اليابان، وكوريا الجنوبية تقدم هذا الدعم، وأيضا بعض الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن تقدم هذا الدعم من أجل بناء مدينة وشبكات صرف صحي وري وكهرباء في هذه المنطقة التي يتم اقتطاعها في سيناء. هذا ما يريدون تحقيقه في هذا الواقع. لا يوجد هناك أي أمل. هل هذا دكتورة تمارا، هل هذا تخلي شيئا فشيئا عن حل الدولتين؟
ما صرنا نستمع نسمع عن هذا الحل منذ عام 2014، لا تفاوض، لا جلسات، لا لقاءات بين السلطة بين الفلسطينيين والأمريكان أو من يمثلون المجتمع الغربي إنكلودينج الإسرائيليين. كأنه من خلال هذه التصريحات الصادرة عن أمريكا عن الإسرائيليين في الساعات القليلة الماضية يؤكد أنه هذا الحل قد يختفي نهائيا، لا وجود لحل الدولتين. إذا تحدثنا بكل واقع أن حل الدولتين في واقع الضفة الغربية مع وجود الاستيطان وبرعاية أمريكية إسرائيلية، أعتقد أن حل الدولتين انتهى. الاحتلال هو قضى على حل الدولتين، قضى على أي نوع من حالة سلام بين الفلسطيني والإسرائيلي، بالرغم اتفاقيات السلام، بالرغم اتفاق أوسلو، بالرغم كل حالات محاول الفلسطين تقديم كل ما عنده من أجل هذا السلام، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا السلام، بالعكس هو دائما يتهرب من القوانين الدولية، يتهرب من واقع السلام. حتى على مستوى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تذكر حل الدولتين هو فقط در الرماد في العيون، هي تشير هذا السياق من أجل عملية كسب الوقت من أجل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وأيضا حصار على منطقة قطاع غزة. على ما يبدو جاء الوقت الآن لتنفيذ هذه الخطة، بمعنى خطة الحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي خطة سموتريتش إذا تحدثنا بكل واقعية. هذه الرؤية صفقة القرن هي رؤية اليمين المتطرف يتم إعطائها للولايات المتحدة الأمريكية ويتم المصادقة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطة هي يمينية بحتة، بمعنى خطة سموتريتش تشير أن الشعب الفلسطيني عليه أن يختار بين ثلاثة خيارات، إما التهجير القسري، وإما أن يستشهد، وإما أن يعيش مسالم بدون مقاومة. وهذا ما عمله في الضفة الغربية، يحاول استئصال المقاومة وقام بهذا بالفعل، بالرغم أن هناك نقاط الاشتباك اليوم في مسيرات التضامن في الخليل، في جنين، في نابلس، في رامل، في رام الله، أصبح هناك 40 شهيد خلال هذه الفترة فقط أيام طوفان الأقصى. لكن الآن اتجه أعينه إلى قطاع غزة حتى يتخلص كليا من المقاومة، حتى يتخلص من أي شيء يؤرق واقعه في الأمن في قاصرة الجنوبية أو الجانبية، نعم، الذي يؤرق الأمن القومي للإسرائيل. لذلك هم يريدون ينهون الحالة النضالية للشعب الفلسطيني. سعودك دكتورة تبارك. أستاذ أحمد، حركة حماس أمس وأول من أمس طلبت من الجماهير العربية الإسلامية بالتظاهر، وهذا الذي حدث اليوم بعد صلاة الجمعة في كثير من العواصم. لكن إذا أتينا الموقف العربي كأنظمة، كيف نقيمه خاصة بعد انعقاد وزراء الشؤون الخارجية في القاهرة جامعة الدول العربية؟ هناك من نرى هذا الموقف رآه موقفا باهتا جدا لا يخدم القضية الفلسطينية التي سنوات وسنوات ونحن نقول أنها قضية مركزية لهذه الدول. هناك من صار يندد بالعنف من الطرفين، ضبط النفس، ما كان على حماس أن تقوم بهذه المغامرة وما إلى ذلك من هذا الكلام. يعني لو كانت القضية الفلسطينية تحل بالمظاهرات أو بالدعاء أو هذه الأمور لكان هذا أمرا سهلا لدى الشعب العربي ولدى كل الدول. ولكن اليوم للأسف الشديد مع حركة التطبيع العربي من المغرب وحتى الخليج العربي يعني تتحرك بالطراد، وهذا ما أعطى إشارة قوية لإسرائيل بأنها حرة وطليقة اليدين، وخاصة بعد يعني تحرك حماس للأسف الشديد باتجاه ما يسمى حلف المقاومة والممانعة لدى إيران. يعني نفضت أيدي بعض العرب والذين يعادون اليوم إيران ويرون ما تفعله إيران في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي السعودية وفي مناطق أخرى. إذن يعني للأسف الشديد السياسات التي توزعت يمينا وشمالا أثرت على سكان غزة. أين اليوم المبادرات التي تكلم عنها محور المقاومة والممانعة، وحدة الجبهات ووحدة الساحات والدعم غير ذلك؟ يعني اليوم يتنصل، حتى تتنصل إيران من أي صبغة دعم، وهي التي كانت تقول وتتحرك بهذا الشأن. لذلك اليوم ليس لدى الفلسطينيين إلا سواعدهم، نعم، وقواتهم الذاتية بدون الانتظار من أحد أن يدعمهم أو أن تتحرك الجيوش العربية كما كان من دول الطوق وغير ذلك. لذلك أرى اليوم على الجماهير العربية أن تكون يعني القضية الفلسطينية هي المحور الأساس لنضالهم ولتحركهم بغض النظر عن السياسات التي أوهنت كل الجماهير العربية وأوهنت يعني
الحركات التي كانت متميزة يعني في العمل. اليوم عندما نتكلم عن غزة وكأن غزة من كوكب آخر يتم قصفها وليس لها علاقة لا في الضفة الغربية ولا في الخط الأخضر ولا في مصر ولا سوريا ولا لبنان ولا اليمن ولا غير ذلك إلا من خلال الشعارات الجوفاء التي لا تحمل أي خيرا لغزة. اليوم لو كان بعض الدول العربية فقط تداعوا لقمة عربية وأعلنوا على الملأ بأنهم يقفون مع غزة وضد التهجير ومع سكان غزة بغض النظر عن السياسات اختلفوا معها أو لم يختلفوا مع حماس. اليوم يعني عندما يتم وصم حماس بأنها حركة الإخوان المسلمين وأنها قريبة من التي بدأوا يصمونها بأوصاف كبيرة وكأن كل سكان غزة 2.5 مليون في غزة يعني يحكم عليهم في القصف الإسرائيلي وفي النابالم وفي التهجير. إذن هذه هي المسألة. أو هذه ماذا عن مخ المعارضة السورية؟ معارضة سورية في إدلب، في اسطنبول، في تركيا عامة، هناك من وضع بعض النقاط على هذا الموقف، يقول أنهم لم يتجاوبوا مع إخوانهم الفلسطينيين. هل فعلا صدر هذا؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. كل ما يتكلم عنه المعارضة السورية خاصة بأنهم يلومون غزة على وقادة حماس على وقوفهم مع إيران وعلى وصفهم قاسم سليماني القاتل المتجول في منطقة الشرق الأوسط بأنه شهيد القدس وأنهم أهدوا مجانا لحزب الله وللإيرانيين هذا النصر الكبير الذي حقق في غلاف غزة وفي غزة. للأسف الشديد هذا ما كان يعني عتب، ولكن لا أحد من المعارضة السورية نهائيا أنه ضد القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والأعظم، وكذلك المسجد الأقصى هو مسرى نبينا وهو قبلتنا الأولى وكل العيون تتجه باتجاهه. ولكن هناك فرق ما بين التعارض السياسي أو يعني عدم الرضا عن التوجه السياسي الذي اتجهته حماس باتجاه بشار الأسد وباتجاه إيران، ورأى الجميع كيف تم في مخيمات التضامن ومخيم فلسطين والحجر الأسود وغيره وما قتل من الفلسطينيين في سوريا لا يقل عن الذين قتلوا في مكان آخر أو في إسرائيل. لذلك اليوم هذا هو العتب. أما كانهم يقولون كلنا في الهم شرق، مثل ما قال شاعر العربي سابقا أستاذ حماده. سأعود إليك دكتورة تمارا، ما المنتظر من لقاء بلينكين محمود عباس، ولو أن القرار الآن صار بين يدي كتيب القسام لا بين يدي ملك الأردن ولا بين يدي السلطة الفلسطينية، هم من يتحملون هذا القرار، لكن بالنسبة لهذا اللقاء ما رأيك أنت؟ يقولون أنه لابد من فتح على الأقل ممرات إنسانية، على الأقل التخفيف من هذا الضغط بالنسبة للماء والدواء والغذاء وقطع الكهرباء، لعل وعسى تكون فيه أمور اجتماعية تخفف نوعا ما، ولكن في الأمور السياسية يقولون هذا اللقاء مثله مثل باقي اللقاءات السابقة. دكتورة طبعا، إذا تحدثنا بكل واقعية، من يحكم قطاع غزة؟ أعتقد أن الذي يحكم قطاع غزة الآن هي حركة حماس، وأيضا كل الغرفة المشتركة يعني الفصائل داخل سياق الغرفة المشتركة، بمعنى سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، وبالتحديد أن حركة حماسية التي تحكم في قطاع غزة. أعتقد أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لا يستطيع أن يضغط على المقاومة بعملية كف هذه العملية أو وقف إطلاق النار، لكن على الرئيس الفلسطيني بالفعل أن يتحدث بكل واقعية أن الواقع الذي يحدث في سياق قطاع غزة هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكه للواقع الوطني والحقوق الإنساني، لم يعطي أي نوع من الأفق السياسي للشعب الفلسطيني. لذلك اجتماع وزير الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين لن يعطي أي نتائج، وهم يعلم تماما أن الرئيس الفلسطيني لا يستطيع أن يضغط على المقاومة، لا يستطيع أن يتحكم في قطاع غزة. حتى على مستوى المؤسسات هناك انفصال كلي ما بين الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة، مؤسسات مختلفة، أجهزة أمنية مختلفة، القسام، الأجهزة العسكرية كلها تختلف عن الضفة الغربية. هناك في الضفة الغربية أجهزة أمنية تختلف يعني برنامجها في واقع المسار المفاوضات والتسوية، هناك في قطاع غزة
برنامج آخر ليس له علاقة بأي نوع من البرنامج الذي يتحدث عنه الرئيس الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني اليوم تحدث بكل واقعية، قال أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للفلسطينيون ونحن مع المقاومة السلمية والمقاومة الشعبية. هذا برنامج الرئيس الفلسطيني، فكيف سيبقى يضغط على المقاومة التي تؤمن بالحل العسكري وتؤمن بالمقاومة العسكرية؟ باعتقادي أن هذا اللقاء لن يعطي أي نتائج ولن يتمخر عنه أي شيء، بالعكس سوف يكون عملية أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينظر إلى عملية ما يطلب منها الرئيس الفلسطيني بالإمدادات الإنسانية، وبالعكس الاحتلال الإسرائيلي يرفض هذه المسارات السياسية أو المسارات الدبلوماسية ويرفض إدخال أي المعونات. هناك أيضا المساعدات التركية، المساعدات الأردنية، المساعدات المصرية الآن موجودة في معبر رفح المصري حتى ينتظرون موافقة الاحتلال لدخول هذه الإمدادات الإنسانية. اليوم هناك نقص في واقع الخبز والقمح والمواد التموينية. الإسرائيليون هددوا بقصف هذه الشاحنات التي تقل مساعدات سواء غذائية أو تحمل مواد أخرى لقطاع غزة. إذا تحدثنا بكل واقعية، معبر رفح من الجانب الفلسطيني تم قصفه مرتين، بقي الآن معبر رفح الجانب المصري، وهذا طبعا عندما تم قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني هو رسالة لمن؟ رسالة للجانب المصري بعدم التدخل في الواقع الإنساني. هم يريدون الآن إنهاء الحياة والواقع المعيشي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. لن يعطي أي عملية، بالعكس هو الآن نتيجة العملية طوفان الأقصى ونتيجة صدمته وارتباكه وفشل الاستخبارات، والأمن الآن هو يستخدم سياسة الاستعراض وسياسة الانتقام، ومن يستخدم في سياسة الانتقام في الواقع في العقيدة العقلية الأمنية والعقيدة الأمنية أعتقد الآن حسم الموقف العسكري، بمعنى استخدم الآن كل الأدوات النفسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية حتى يتسنى أن يظهر على الأقل مظهر النصر بالنسبة للشارع الإسرائيلي. هو يريد أن يعيد كرامتها التي وشعر بها والحالة الانهزامية التي شعر بها، لذلك الاحتلال في موقف حتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعيد هذه النظرة، نظرة أن الجيش الإسرائيلي الجيش الرابع في كل من في العالم نظرته أمام الدول العربية التي أراد أن يطبع وينسهل حالة الاندماج. الآن كل الشعوب العربية تنظر إلى الجيش الإسرائيلي جيش منهزم أمام مقاومة بسيطة بأسلحة بسيطة، أسلحة تقليدية أمام ترسانة عسكرية نووية فسفورية عنقودية، لذلك هو يريد أن يعيد حالة النصر ولكن على حساب دماء الشعب الفلسطيني، على حساب الأبرياء. الأهداف العسكرية حتى هذه اللحظة صحيح تم اغتيال بعض قيادات وكوادر حركة الجهاد أو الحماس، لكن بعض الأهداف العسكرية حتى هذه اللحظة مختبئة، بمعنى حتى هذه اللحظة غير مرئية أمام أعين الجيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم سأعود إليك دكتورة، سأعود إليك دكتورة تمارا لو تكرمتي، سأعود إليك. إطلال الآن مشاهدينا على غزة. حسبي الله ونعم الوكيل، المواطنون الفلسطينيون الذين لبوا طلب الجيش الاحتلال مجبرين ومكرهين أثناء نزوحهم إلى المناطق الجنوبية يتم قصفهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أين العالم؟ أين العالم العربي والإسلامي؟ أين الضمير؟ أين ضمير الأمة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دمار أحوال يوم القيامة ليس بتغريبة فلسطينية جديدة، هي أسوأ من وصف التغريبة. حسبي الله ونعم الوكيل. كما ترى أعداد مهولة من المواطنين داخل مجمع الشفاء الطبي، الآلاف، عشرات سيارات الإسعاف تحاول إجلاء الضحايا، إجلاء الشهداء والإصابات من أماكن القصف. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا صوت زميلنا ومراسلنا عمر أبو نداء، حماه الله وستر الله أهل غزة بعينه التي لا تنام، كان الله معهم في هذا الظرف العصيب. الآن مشاهدينا الكرام نرحب بانضمام عزيز الصوفي النائب نقيب الصحفيين الموريتانيين من نواكشوط. أستاذ عزيز، كيف تفاعل الشارع الموريتاني مع ما يجري في فلسطين قطاع غزة تحديدا؟ أهلا وسهلا. الشارع الموريتاني قمة وقاعدة يتألم من ما يقع في غزة حقيقة. هذه الجرائم البشعة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني الغاصب، هذا الكيان الصهيوني
المدعوم من طرف للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أول من سارع وبارك هذه الجرائم البشعة المتبوع بالاتحاد الأوروبي، وكأنهم جميعا يقولون هلموا إلى ذبح أهل غزة ونحن نوقع على ذلك ونساند. نحن هنا نرفض كل الرفض هذه الجرائم. غضب كبير في الشارع الموريتاني، مسيرات حاشدة انطلقت اليوم من كل مساجد الجمعة بعد صلاة الجمعة في قلب العاصمة نواكشوط وفي كل المدن الأخرى، كيف العيون النعمة الزويرات روسو كل المدن الموريتانية. بعض الشباب وبعض الشيوخ عبروا عن استعدادهم التام للعبور نحو غزة للمشاركة المقاومين الحمساويين الشجعان الأبطال الذين رفعوا هامة الأمة والذين يجاهدون عن الأقصى، يجاهدون عن الكرامة، يجاهدون عن النصر، يجاهدون بقول الحق في ضد كيان صهيوني ظالم ومغتصب، كيان صهيوني يقتل نعم. الأطفال والشيوخ ويهدم المنازل. نحن حقيقة لا نعرف كيف نعبر أمام هذه الجرائم البشعة. نعم عزيز، المجتمع المدني عندكم على غرار كثير من العواصم العربية لم يهدأ له بال وهو يقرأ هذا البيان الصادر عن وزراء الشؤون الخارجية الذين اجتمعوا الأربعاء في القاهرة مقر الجامعة العربية، ورأوا أن ما جاء في البيان بدا باهتا لهم ويطالبون بموقف أشد وفي مستوى هذه المقاومة الفلسطينية. نعم صحيح، للأسف الشديد لم يعد الشارع العربي يعول على اجتماعات الجامعة العربية، أصبحت تقع دون علم أحد لأنها في النهاية لديها بيان طبع قبل أن تجتمع وهو نندد ونشجب عبارات وقوانات مصروخة. لم يعد يكترث بهذه الاجتماعات أي مواطن عربي، فهؤلاء للأسف الشديد فضحتهم المقاومة جيوش عربية ممولة بالكثير من الأموال والمليارات، عاجزة حتى أن تعبر بأي عبارة مهما كانت. خنوع لم يسبق له مثيل في التاريخ، ونحن نشاهد الأطفال يقطعون، نشاهد مساجد تدمر، نشاهد كنائس تدمر، نشاهد ما تراه من جرائم بشعة. إذن في الحقيقة هذا الصمت العربي المطبق أصبح معرة وأصبح عار كبير على هذه الدول وعلى القادة. لم يعد الشارع العربي يكترث أبدا بهذه البيانات الجوفاء. ولكن عزيز هناك رأي آخر، ولو أنه ليس طاغيا كثيرا في العواصم العربية، يتكلم على أنه حماس قامت بهذه المغامرة وهي تتحمل مسؤوليتها. هذا هو ما يسعى الكيان الصهيوني إلى إرسال مثل هذه الرسائل، لكن من السبب؟ من الذي استفز الفلسطينيين قبل أشهر؟ من الذي أطلق المتطرفين الصهاينة إلى الأقصى؟ من الذي شرد؟ من الذي سجن؟ من الذي؟ إذن هؤلاء الصهاينة هم السبب، هم السبب الحقيقي، وهم الذين جعلوا حماس تخرج عن الطوق وتصل إلى تقوم بهذه العملية. لا يمكن أن نحمل الضحية ما يقع الآن، لا يمكن أن نحمل الضحية ما يقع من مآسي. هم اليوم كما أشرتم يقطعون الماء والكهرباء ويمنعون الدواء، يمنعون كل شيء تحت أنظار العالم. نعم. أين المنظمات الدولية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الضمير؟ الضمير الإنساني؟ أين الأخوة؟ حتى وزير الدفاع الصهيوني وقف قائلا بكل وقاحة بأنهم يهاجمون حيوانات بشرية، هكذا قال وزير الدفاع في خرق سافر لكل القيم وحتى أخلاق الحرب وحتى كل شيء. إذن نحن الآن أمام جريمة كبيرة لم يسجلها التاريخ، وهو دفن 2 مليون نسمة أمام أنظار العالم.
نعم وكذلك عزيز الصوفي نائب نقيب الصحفيين الموريتانيين كنت معنا من واكشوت، شكرا جزيلا لك، وجيد انك ذكرتنا بما يوصف في القانون الدولي بجريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية. هناك من قال الروس متهمون بهذا بالجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب جراء ما يرتكبونه في أوكرانيا، ولكن العكس تماما بالنسبة لإسرائيل وهي تدك غزة دكا بهذه الأطنان من المتفجرات. سيد حماد أعود لك من جديد، ما الذي بقي الآن لدى الفلسطينيين؟ هم الآن يتكلمون عن 16 عاما من الحصار المطبق عليهم، ليس فقط على غزة، القطاع ككل، القضية تتراجع كل سنة، تتراجع إلى الوراء، ليس هنالك تقدم على الأرض. إذن ما الذي بقي لدى الفلسطينيين حتى تكون لديهم أوراق رابحة حتى مسألة الأسرى؟ القيادة الفلسطينية أو خاصة حماس قالوا لا يمكن أن نتحدث عن الأسرى طالما القصف ما زال مستمرا لحد الساعة. نعم، يعني بداية منذ اليوم الأول اتفاق أوسلو، وهذا الاتفاق الهزيل رغم مرور الزمن لم يعطي للفلسطينيين أي شيء، بل حرمهم من حق المقاومة حتى بالحجر. فاليوم ما قامت به سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية وخاصة بعملية عسكرية نوعية استطاعت الوصول إلى عمق 40 كيلومتر من حدود غزة إلى أفاقيم، وسيطروا على 21 نقطة، وسيطروا على قيادة فرقة غزة في العوير والسدروت وغيرها من النقاط الهامة، وأخذهم لعدد كبير من الأسرى من الجنود الإسرائيليين ومن المستوطنين. فهذا العمل عمل عسكري لطخ وجه إسرائيل بالعار وبالصدمة الكبيرة. استطاع المقاومون الفلسطينيون بعمل عسكري بأدوات بسيطة أن ينتصروا على عدو مدجج بالسلاح. هم بالفعل يعني اليوم ما تقوم به إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي ما يسمونه بعملية انتقام من الشعب الفلسطيني على الصدمة الكبيرة التي أحدثها المقاومون في هذه المنطقة. أما ما لديهم فإن لديهم الكثير، لديهم القوة العسكرية، لديهم الاستهدافات. اليوم قصفوا مناطق واسعة، اليوم استخدموا للمرة الأولى صاروخ عياش 250 الذي يصل يعني يضرب كل النقاط في فلسطين المحتلة، لديهم صاروخ الطوفان. إذن هم لديهم بعض الأسلحة التي يؤثرون فيها أولا على المجتمع الإسرائيلي وثانيا على الدولة اليهودية بشكل كامل وعلى العالم. لولا ذلك لما تم تجيش العالم، وتحرك بلينكن وتحرك أوستن وتحرك وزير خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من قادة الدول الغربية. إذن لا تحل قضايا الشعوب بالعنف ولا بالقتل ولا بالقهر. ها هي القضية الفلسطينية 75 عام وتعود وكأنها اليوم من جديد تعود 48. لذلك أي قضية من القضايا لا تحل إلا بالحق والعدل وبالقوانين، وأخذ كل ذي حق حقه. عندما يأخذ الفلسطينيين حقوقهم وعلى الأقل الحقوق التي نصتها الشريعة الدولية العرجاء، القرار 242 338 194 مبادرة السعودية التي في قمة بيروت، وكذلك حل الدولتين. أين هذا الانسداد الذي جعل الفلسطيني ييأس ولم يبقى له إلا السلاح ليعمل ويحرك ما هو راكد؟ يعني 6,000 أسير فلسطيني في سجون العدو الإسرائيلي، من سيحررهم؟ وهو سؤال مشروع، وهو سؤال يراه كثيرون مشروعا. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك. أحمد حماد الخبير بالشؤون العسكرية كنت معنا من اسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك. دكتورة تمر أعود لك من جديد لنختم عن السيناريوهات المرتقبة. هناك الكثير من متابعي ما يحدث بحرقة وألم لما يجري في غزة يتساءلون يا ترى كل هذه الأطنان من المتفجرات، كل هذا التقتيل والتدمير لغزة وضواحيها، وإسرائيل تقول ليس بعد، هذه بداية، هذه مقدمة فقط. إذن ما هو السيناريو المرتقب الذي ترينه أو ترجحينه؟ إسرائيل تقول ربما تدوم هذه الحرب إلى شهر، ربما شهرين، الأيام معدودات، هذه لا تكفي، لابد من تمديد الوقت.
إذن ما هو السيناريو المرتقب؟ هناك من يتساءل من أهلنا في غزة عن ما يجري في الضفة الغربية. صحيح اليوم كان مسيرات في الخليل وجنين ورام الله، ولكن يقول لك ماذا عن الكتيبة الأقصى مثلا؟ هل سيعينون إخوانهم في غزة؟ كيف ترين الأمر وأنت تحدثيننا من رام الله؟ أولا، الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الآن المراحل التمهيدية، بمعنى عملية الاجتياح البري لقطاع غزة يبتدأ بالمراحل التمهيدية، وهي بذات القصف الجوي على الأبنية والأبراج وعملية المستشفيات، من أجل أن يتسنى أن يكون هناك توسيع للشوارع، بالتحديد أن قطاع غزة شوارعها ضيقة، لا يستطيع الدبابات والمجنزرات الدخول إلى قطاع غزة. الآن هو يعمل على عملية التنظيف هذه الشوارع من خلال إزاحة الأبنية والشغل السكنية من هذه المناطق. ناهيك الآن يجرف المناطق التي هي ملاصقة لمنطقة شمال قطاع غزة، ويعمل على عملية أيضا تنظيف عن طريق الجرافات. الاحتلال الإسرائيلي معني في الدخول الاجتياح البري إلى قطاع غزة، لكن هذا الأمر يرتهن في مدى قوة وإرادة ومجابهة المقاومة الفلسطينية، بمعنى إذا كان هناك بالفعل أوراق قوية وهناك الأدوات، ما زالت حتى هذه اللحظة لم تستخدم الأدوات العسكرية والأمنية للمقاومة الفلسطينية، فإن هذا يعتمد على عملية قوتها وعملية مدى صلابة المقاومة الفلسطينية، بمعنى إذا كان هناك صلابة وقوة كبيرة جدا، أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي هو صحيح مستمر ومتعنت في عملية الدخول البري إلى قطاع غزة، أعتقد أن كلما كان هناك مواجهة أكثر، كلما كان هناك استمرار في حالة الحرب. ناهيك أن صحيح أن هناك ورقة الأسرى الإسرائيليون في المقاومة الفلسطينية، ورقة قوية جدا من أجل تحقيق أهدافا سياسية، مكتبات سياسية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعني اليوم اعتبر أن واقع الأسرى الإسرائيليون هم بعداد الخسائر، وهذا إشارة أنه غير معنيون بهذه الأسرى الإسرائيليون، معنيون بالحسم العسكري والدخول إلى المنطقة وعملية تفريغ المنطقة. أعتقد السيناريو المستقبلي القادم هو الاستمرار في هذه الحرب، كما ذكرنا سابقا أن الاحتلال معني في هذه، حتى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية معني في سياق الحرب الإقليمية، حتى يتسنى ترسيخ نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة نفوذها وإبعاد كل النفوذ الآخرين، بمعنى الصين وإلى ما ذلك، وإبعاد النفوذ الآخرين هذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلا بتقليص أدرع المقاومة أو القوى التي تحت إطار محور إيران، لذلك بدأوا الآن بحركة حماس. أما على مستوى الضفة الغربية، اليوم كان هناك نداء من كتائب شهداء الأقصى بعملية إطلاق نداء طوفان الأقصى في الضفة الغربية. نأمل أن يكون هناك معاونة حقيقية للتحديد في الضفة الغربية، فإذا كان هناك بالفعل تضامن حقيقي وجماهير واسعة في الضفة الغربية، أعتقد أن سوف يكون هناك عون وسند لأهلنا في نعم. إذا ننتظر لنرى. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتورة تمارا حداد، الباحثة في الشؤون السياسية، كنت معنا من رام الله، وشكرا موصول لضيفينا الكريمين عزيز الصوفي نائب نقيب الصحفي الموريتاني، كان معنا من نواكشوط العاصمة الموريتانية، وكذلك أستاذ أحمد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية، كان معنا من اسطنبول. ونشير مشاهدينا لصعوبة الاتصال بعمر أبو ندى مراسلنا في غزة، وسنعود إليه في الساعات القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.